كوتش يعني دورة الحريري فزتوا على بيروت بفرق 3 نقاط، كنتوا بأجنبيين، كنتوا عم تتحضروا لبطولة آسيا، اليوم مضطرين تكونوا بأجنبيين لغياب دوبي، كمان عم تفوزوا عليهم بفرق 3 نقاط. يعني حظنا هيك ثابت، مرتين ضدهم لعبنا بأجنبيين، ومعظم أوقات الجيم لعبنا بأربع لبنانية، ودانتي جرين بعد منه ريدي 100%، ما صار له زمان مع الفريق، بس بالله عليه اليوم عمل جيم الحمد لله، عمل الفرق اليوم. هذه من أسوأ الجيمات لعلنا دفاعيا وهجوميا صراحة. أنك راضي عن أداء فريقك يعني؟ أبدا أبدا صراحة، وأكيد لما نلعب بهالطريقة حتكون النتيجة هيك، وأنا سبق وقلت إنه السنة ما في شيء سهل، تلعب ضد الأول ولا ضد الآخر إذا منك مركز بتخسر. كوتش كيف شايف البطولة يعني؟ يعني لهلا بلشوا شفتوا قدرتوا تشوفوا أغلب الفرق، الكل عم يقول إنه هيدي البطولة قاسية كتير رح تكون على كل الفرق، بتوافق هذا الرأي؟ أكيد بوافق عن الرأي، وحتكون مش بس قاسية كمان، حتكون صعبة كتير، كل جيم صعبة وخصوصا برات أرضك حيكونوا جيمات كتير صعبين، مهمة الدفاع عن اللقب كتير صعبة هالسنة، في فرق حتتحسن بعد أكتر بعد جيمات أكتر وأكتر مثل هومنتمن وحكمة وبيروت، انا قلت ان الحصان الاسود لهالبطوله وعم بثبتوا حكي لعبوا ضد البطل وضد الوصيف باول جيمتين واوي كانت صعبه صحيح. عليهم بعتقد هلا بيلقطوا الريتم تبعهم، فالبطوله هالسنه ما حتخلص الا باخر جيم بايار. كوتش بدي اقول لك مبروك، بعد ما قلت لك مبروك على بطوله اسيا، ثانك يو لك لادائك الكبير ببطوله انديه اسيا. انت اصغر مدرب لبناني فاز ببطوله لبنان، ما حدا حسب لك اياه اذا اصغر مدرب بس اصغر مدرب فاز ببطوله انديه اسيا. ما في قياس باسيا دخلك ما معك. كوتش مبروك من جديد، ثانك يو لك.